ليلة الخميس الكبير. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر. يا أبانا الذي في السماء، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، لتكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفايتنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. من حزقيال النبي بركاته على جميعنا، أمين. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم: هذا ما يقوله أدوناي الرب، إلى هذه الساعة أغضبني أباؤكم بأسامهم التي سقطوا فيها أمامي، أدخلتهم إلى الأرض التي بسطت يدي عليها لأعطيهم إياها، فرأوا كل تل عال ولا أسفل كل الأشجار المرقة، فذبحوا هناك الذبائح للآلهة، قربوا البخور في ذلك الموضع وسكبوا هناك سكابهم. فقل لهم: ما هذه الأبانة المرتفعة التي تدخلون عليها؟ فدعي اسمها أبانة إلى هذا اليوم. لذلك كل بيت إسرائيل، هذا ما يقول السيد الرب: إذا كنتم ستتنجسون بأسام الآباء وتتبعون أرجاسهم بتقديم بقرات تقدمتهم وأجازة أبنائكم في النار، تنجسون بجميع أفكاركم إلى هذا اليوم، وأنا أيضا. هل أجاوبكم يا بيت إسرائيل؟ حي أنا، يقول أدوناي الرب، إنني لا أجاوبكم. سوف لا يخطر هذا على بالكم، ولن يكون هكذا، إذ تقولون: إننا سنصير مثل الأمم وكقبائل الأرض وكنفوس البشر، فنعبد الخشب والحجر. فلذلك حي أنا، يقول أدوناي الرب، إنني بيد عزيزة وبذراع عالية وبغضب مسكوب أملك عليكم. مجدا للثالوث القدوس. بشويس نينان، بشويس نينان، تسبحة وصلوات الساعة التاسعة من ليلة الخميس الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات. يا ليسون سوك تاتي جو نمبي او او نمبز مو نمبي اما شايني امين امانويل بنوت بن اورو سوك تاتي جو نمبي او او نمبز مو نمبي اما شايني امين باشو يسي فوز بخريستوس باسو تيرن اغاسوث سوك تاتي جو نمبي او او نمبز مو نمبي اماي شايني امين. يا ليسون سوك تاتي جوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين امانويل بنوت بن اورو سوك تاتي جوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين باشو يسي فوز بخريستوس باسو تيرن اغاسوس فوق تاتيكم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين. Oh,
سون سوك تتي جوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين مانويل بنوت بن اورو سوك تتي جوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين باشويسي فوز بإخريستوس باسو تيرن اغاسو سوك تتي جوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين تتيغوم نمبي او نمبز مو نمبي امان شايني امين مانويل بنوت بن اوروسوك تتيغوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين باشويسي فوز بإخريستوس باسو تيرن اغاسوس توك تتيغوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين مانويل بنوت بن اوروسوك تتيغوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين باشويسي فوز بإخريستوس باسو تيرن اغاسوثوك تتيغوم نمبي او نمبز مو نمبي اماي شايني امين
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفايتنا، أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والطول. صالم تودا إيه.
ataxios en emas, tis acrosios. Dogio evangelio, kirion kiton sionemon, ikatef somen sofeia orso, akosomen dogio evangele. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصني ومن أيدي جميع الطاردين لينجني، لئلا يخطفوا نفسي مثل الأسد. هللويا. اللهم تراءف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا. آمين. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، فلا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. أنا وأبي واحد. فتناول اليهود حجارة ليرجموه، فأجابهم يسوع قائلا: أعمالا كثيرة حسنة رأيتكم إياها من عند أبي، فمن أجل أي عمل ترجمونني؟ فأجابه اليهود قائلين: لسنا من أجل عمل حسن نرجمك، بل لأجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فأجابهم يسوع وقال: أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ فإن كان قد قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له أنتم أنك تجدف؟ لأني قلت إني أنا ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، وإن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لتعلموا وتعرفوا إني أنا في أبي وأبي فيا، والمجد لله. فين فران انتي تري ياس في يوتني
تسمينا مفنوتي الساعة التاسعة من ليلة الخميس من البصخة المقدسة بركاته على شمعنا أمين. أيها الناس الكهلة المعانتون، الشعب النكس المخالف، اسمعوا الرحوم بفمي الإلهي يمتح المؤمنين بي قائلا: أبي الذي أعطاني هو أعظم من كل من على الأرض، وليس أحد يقدر أن يخطفهم ولا يسلبهم من يد أبي، وأنا والآب واحد مع الروح القدس بخير افتراق. ووقت تناول اليهود عبارة بحسب العظيم ليقولون، فأجابهم المخلص بوضاعة ليعلمهم: أظهرت لكم أعمالا حسنة مقدمة جدا من عند أبي، من أجل أي شيء تطلبونني وأنا أريد خلاصكم؟ آملوا وتيقنوا أيها اليهود الجهال أنني في أبي وأبي في المسيح مخلصنا، جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيمة في خريستوس انسوتير. فينا خني فيمكا ارتاح. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. يوم الأربع من البصخة المقدسة إن رب المجد استراح في بيت عنيا. ففي ست ما نعرفش اسمها مين، في ست ما نعرفش اسمها ايه. القصة دي جت في انجيل معلمنا متى وانجيل معلمنا مرقس، وما يعرفوش الست دي اسمها مين. قالت: فين المسيح قاعد النهاردة؟ قالوا لها: رايح في بيت سمعان الأبرص. فأخذت قارورة طيب كثير الثمن يقدر ب300 دينار، وكانت ال200 دينار توكل 5000 واحد. ال200 دينار كانت توكل 5000 واحد، مال ال300 دينار كانت ايه؟
أخذت قارورة طيب كثير الثمن وقالت: هو فين المسيح النهاردة؟ قالوا لها: في بيت سمعان الأبرص. دخلت الست دي وراحت طلعت القارورة وكسرت القارورة. خلي بالكم عملت ايه؟ مش سامع. عملت ايه؟ مش سامع كويس. عملت ايه؟ كسرت القارورة وراحت دلقة الطيب كله على راس المسيح. الله! طب ما تفتحي القارورة زي بقية الناس وتحطي الطيب ينزل سنة سنة، بتكسريها ليه؟ قالت: لو أنا فتحت القارورة الطيب هينزل سنة سنة، أنا عايزة أدلق الطيب ينزل يفيض على راس المسيح. طب أنت بتعملي كده ليه؟ قالت: عايزة، إن صح التعبير، أرسم المسيح ملك لحياتي. كان في العهد القديم عشان يرسموا الملك يجي النبي ياخد قنينة الدهن ويكب الدهن على رأس اللي هيترسم ملك ده، زي بالظبط ما صموئيل عمل مع داود، جاب قنينة الدهن وكبها فوق راسه ورسموا ملك. الست دي بتقول ايه؟ ان كان التلميذ بتاعك يهوذا باعك ب30 من الفضة، انا هرسمك ملك ب300 دينار. ان كان تلميذك خانك وباعك ب30 من الفضة، انا بقى هرسمك ملك لحياتي. هو انت مين يا ست انت؟ تعرفها يا معلمنا متى؟ قال: لا ما اعرفهاش، لو اعرفها هقول اسمها. القصه دي جت في متى 26. تعرفها يا معلمنا مرقس؟ جت في مرقس 14. قال: لا ما اعرفهاش. هي مين؟ ياما في ناس من ولاد المسيح ما نعرفهمش، مستخبيين، ما نعرفهمش. انتوا تعرفوا سيدنا والاباء الكهنه والخدام والخادمات الكبار، ياما في ناس ما نعرفهمش مستخبيين، بس عند المسيح عاليين قوي. الست دي من النوع ده، ما نعرفهاش هي مين، ما كانتش ظاهرة، انما كانت تتبع المسيح في اختفاء. ولما لقيت ان المسيح فرح بمريم اخت لعازر لما كبت الطيب على رجليه يوم سبت العازر، راحت جابت القارورة دي وكبتها على راسه، وهي بتقول الآية بتاعت سفر النشيد: ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. قولوا ورايا: ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. قالت: أنا عارفة الآية دي كويس. راحت اشترت قارورة الطيب، ولم يكن الحب في قلبها على مستوى إن الطيب ينزل نقطة نقطة، إنما الحب في قلبها كان حب شديد جداً، ما استحملتش تكب الطيب نقطة نقطة، كسرت القارورة وسكبت الطيب على رأسه. عشان كده النهاردة نتعلم من الست دي الاختفاء، نتعلم من الست دي المحبة، نتعلم من الست دي الإخلاص، نتعلم من الست دي التكريس. هي بتقول له: يا رب أنا عايزاك ملك لحياتي، أنت ملك لحياتي، أنا هعمل زي ما كانوا بيرسموا الملوك زمان وهكب الطيب على رأسك، واسمح لي إن صح التعبير أرسمك ملك لحياتي.
انتوا معايا يا عيال ولا سرحتوا مني؟ فانا عايزكم زي الست الحلوة دي، يكون في علاقة خفية بيننا وبين ربنا، يكون في محبة في قلبنا زي الست دي لربنا. كل واحد فينا يقول له ربنا يا رب انت ملك حياتي، هجيب قارورة طيب وهأزيد فيها كل مشاعري وكل محبتي، وهسكب قارورة الطيب دي على راسك وهقول لك انت يا رب ملك حياتي. ربنا معاكم ويبارككم بكل بركة روحية. نسأل ونتضرع إليك أيها السيد الرب الإله ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل السلامة العالية وتآلف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها، يا الله تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرتي دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية، أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها وتحنن عليها وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه ونساءهم وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل وارفع عنهم كل مكروه وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور أعطها قوتها، لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتكأ على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك وتراءف على العالم وخلص شعبك من كل شدة وحل فيهم وسر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور تراءف على خليقتك وجميع شعبك، لأن أعين الكل تترجاك، أعطيهم طعامهم في حيني يا مغذي كل ذي جسد، يا عون من لا عون له، يا رجاء من لا رجاء له، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تخفى، يا من خلصت يوسف
من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوة وأبو يعقوب وسجدوا بين يدي وأخذوا منه حنطة لقود بنيهم ومواشيهم. نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورافقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، ونجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب العامل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة، وارفع عنا كل قحط وبلية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عال الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إلي التثبيت عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت في كيلة الدقيق وقصت الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة وبارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واصعد مياه الأنهار كمقدارها، هب اعتدالا للأهوية ونيل مصر، باركه في هذا العام وكل عام وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة آل نينوى وعندما صام الجميع وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن اجعلنا مستحقين لرضاك وتحننك لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا، وارحمهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد مما أذيت مما كان، ارحم يا رب شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد، يا ناصر جميع المتوكلين عليك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات، لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس في قانا الجليل، أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم وكل مباشراتهم،
نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي. ارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم والمعوزين بالإحسان وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرا عندنا كل يوم على المسبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسي وأوصانا قائلا اصنعوه لذكري. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك واعطي بركة لثمرات الأرض وابهق قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام الذي قال لتلاميذه القديسين امضوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به هوذا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليه قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس واغسلهم من كل غش وابعد عنهم اليمين الحانسة وكل حسد وكل نميمة وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك وكل كبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله الحسن المني غير الواقع إليك نسأل مشورة المعاندين لنا ابطلي وحزن عبيدك إلى فرح ردي ولمدينتنا صوني وعن ملوكنا حاربي وعن سلامة العالم والبيع اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عذاء لا تسخط علينا ولا تواخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا ولا تغضب علينا ولا يدوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب وانظر يا إله عوننا وارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة الآب المكرم البطريرك البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وأن تحفظ لنا حياة وتثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومن مراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة الآباء المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم. أعطي حفظا للكهنة طهارة للشمامسة قوة للمشايخ فهما للأطفال عفة للأبكار نسكا للرهبان والرائبات نقاوة للمتزوجين
صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وأيضا الضالين والمسافرين ردهم والأرامل والأيتام علهم والجياع والعطاش اشبعهم والذين عليهم دين اوفي عنهم وسامحهم والمحبوسين والذين في الشدائد فرج عنهم والمرضى والراقدين اشفيهم والأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله أبائنا القديسين لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتم بيديك الطاهرة. اظهر حبك للبشرية أيها الرحوم. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا لا تغفل عنا إلى الغاية ولا تسلمنا إلى الانقضاء. من أجل اسمك القدوس لا تنقض عهدك ولا تبعد عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. في فنوتي نينان سيشو نايرون أري ونايني مان خنتك مت أورو كيريا لا يسود كيريا لا يسود كيريا لا يسود كيريا لا يسود تتيهريني معينا كيريا لايسون 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 كيريا لايسون
خرسطس بخرسطس من بيوت أقصص من بيت مصروع جي أرضك صوتي إن من الليل يزك سابت ريكي Go in Moshe open shoy Jesus betre E besta grosik e khum khem e satana sabasit nene cha soti e mono onai ربنا يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا هذه البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالم بالسؤالات والطلبات ترفعها عنا كل حين قديس العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل كافة الملائكة والرسل والشهداء وبقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاية أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن مدينة مش شريك لأن المسيح يسوع محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا شركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب فليكن مع جميعكم Thank you.